مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقة بداية الأسبوع. إن شاء الله إنه بيكون أسبوع خير عليكم جميعا. زي ما طبعا كلياتكم متعودين إنه إحنا بنكون معكم من الساعة 12:30 لساعة 2:00، وأكيد كل سبت تكون معنا الشيف امتياز. خلينا نشوف بحلقة اليوم شو محضرت لنا. أول إشي كيفك؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ أنا اشتقت لك كثير. شو أخبارك؟ زمان ما طلعنا مع بعض. زمان الأزرق دندون والأزرق قصة حب. عن جد. كيف أمورك؟ تمام. أنت؟ أنا الحمد لله كثير تمام، غير إني شوي مرشحة، مش عارفة ليش التفحت، بجوز لأنه الجو دافي شو بارد. صح، مش فاهمين له، بس سمعت انه في ثلج. ابصر فكرك بالثلج. امبارح سمعت شو اسمه محمد شاكر عم بيقول في ثلج باخر شهر واحد. اخر الشهر. يلا حلو. قال في قال احتماليه كثير. لا بالعكس حلو. بنحب اجواء يعني التلج. بالعكس بقول لك، يعني انا بالنسبه لي الثلج خير وبركه وسلام، بحب كثير الثلج. على كل حال ارحب فيكم كلياتكم، اليوم عاملين وصفات كثير هيك لطيفه وجديده. اول شيء رح نعمل اليوم كنافه رملويه. حلو. أول مرة بتاريخ حياتي أعملها، والكنافة الرملوية لا بقشطة لا بجبنة ولا بإشي، هي عجينة كنافة مع مكسرات، تنعمل بطريقة مختلفة وطعمها كيف تقول لك يختلف تماما إيش متخيلين إحنا في راسنا. الكنافة مشهورين فيها كتير أهل غزة، ومشهورين فيها كتير أهل الرملة. أكيد تنعمل في الرملة وغزة جنب بعض. أوكي. على البحر. فهن كتير مشهورين فيها. ورح نعمل اليوم أوزي، ولكن الأوزي تبعتنا شوي مختلفة، رح نعملها بالفرن. وآخر شيء رح نعمل اللي هي صينية الزهرة، بس هاي المرة رح نعمل صوص داخل فيه لبن وداخل فيه طحينية التنين بطريقة. حلو. هيك مختلفة بس زاكية لذيذة. أنا بحب كثير طحنية مع الزهرة، كثير زاكية بتطلع معاها صراحة. يعني هيك حسيتك تحكي طحنية ولبن وزهرة. رح تطلع زي كأنها فتة. لا هي مش رح تطلع كأنها فتة أبدا، بس رح تطلع زاكية. بس والله جبتيها على بالي، ممكن نقطع خبز من ليز ونحطها. بس لأني بلشت أعمل واحدة كنافة رملوية واحدة، يعني بس أتأكد أمورها تمام. طب هلا بتقولي إن الكنافة الرملوية أبدا ما لها دخل بالكنافة اللي إحنا متعودين عليها، ولا طعمتها قريبة على إيش؟ طعمتها ولا قريبة على ولا إشي؟ ولا شيء احنا متوقعينه او متخيلينه. هلا في ناس بياكلوها زي ما هي لحال، طبعا بتتسقى بالقطر، هلا رح تشوفوها معي. وفي ناس بحطوا لها قشطه على الوجه. أوكي. بس نوادر لا يحطوا لها قشطه على الوجه، بالعاده بتتاكل زي ما هي بالمعلقه، وبتكون مفرفده يعني ما بتكون ماسكه حالها قطعه هيك زي ما احنا متعودين بالكنافه. بالجبنه او بالقشطه. فاليوم هيك وصفاتنا شوي مختلفه، متحمسه كثير اورجيكم الكنافه الرملويه. لازم اعملها قبل بوقت، لانه قبل ما تقلبيها بدك تريحيها شوي، لانه قلنا ما في شيء بيمسكها، ما في شيء بيمسكها. فبس خلينا نروح على اول وصفه لليوم، نعمل اوزي بالفرن، بس رح تعجبكم بكثير الطريقه. ناخذ مقاديرها. يلا. لأوزي الجاج بالفرن رح نحتاج لتتبيلة الجاج جاجتين من العز، معلقة كبيرة ملح من الكسيح، معلقة صغيرة فلفل أسود من الكسيح، معلقة صغيرة كركم، ربع كوب خل، ربع كوب ليمون، معلقة كبيرة صلصة بندورة. كمان رح نحتاج لمعلقة صغيرة بهارات مشكلة، زيت زيتون، ثوم مهروس، معلقة كبيرة بابريكا. أما للرز فرح نحتاج لأربع أكواب رز تاجر بسمتي، بازيلا وجزر، 250 جرام لحمة مفرومة، بصل مفرومة، وثوم مهروس. كمان رح نحتاج لمعلقة كبيرة ملح من الكسيح، مغلف مرق دجاج، معلقة صغيرة فلفل أسود من الكسيح، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة بهارات مشكلة، وبهارات خشنة. شفنا المكونات والمقادير مع بعض، خلينا نشوف كيف طريقة التطبيق. بس بدي أرجع أذكركم إنه إحنا معكم لايف عبر صفحاتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، كمان على عمان تي في أوفيشال. إذا عندكم أي أسئلة أي استفسارات ابعثوا لنا إياهم، وكمان احكوا لنا إذا جربتوا من قبل الكنافة الرملوية ولا مش مجربينها. أنا صراحة حابة أسألهم إذا دقوها بحياتهم قبل أو لا، لأنه أصلاً بالأردن كل اللي بيعملوه هن ثلاث محلات. في أوكي. واحد منهم احنا بنعرفه بجبل حسين. انا بعرفش اللي بالبلد الصراحه، بس هذا كثير مشهور لانه كنافه رملويه بيجي قريب كثير من عند جبل القلعه. اوكي. هو الوحيد اللي بعرفه، ودائما بتنعمل طريقه شوي مختلفه، بيعملوها على الصاج. فاليوم رح نعملها ان شاء الله هيك تطلع معي متكتكه زي ما هم بيعملوها وزياده، بس بنحاول. يلا بدنا نسمع منكم اذا بتعرفوا محلات ثانيه غير اللي احنا حكينا عنهم بيعملوها، او اذا انت دايقينها من قبل او مش دايقينها ابعثوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك. نرجع هلا للاوزي مع الجاج، بس اليوم طريقته زي ما حكيت شف بالفرن. انا بس بدي اقيم الصينيه اللي انا عملتها، يعني امورها تمام. هاي كنافه رملويه ما فيها جبنه ما فيها شيء، بس بتخيل امورها هيك تمام، وبتكون شوي مفرفده، بس حطيتها بالفرن من هلا عشان تاخذ لون. كيف بدي اورجيك اياها؟ يعني هيك صار كل جوانبها، شايفين بعدات شوي من على الجناب هيك بعدات.
شايفين هيك امورها تمام، بس بتخيلها بدها تكون لانها لونها على غامق شوي، بتخيلها بدها دقيقه. طيب نروح للاوزي بالفرن، طريقتها شوي مختلفه. زاكيه عندك عزيمه مش مضطره تخافي الرز تفلفل ما تفلفل، لانه 99.9999 تركت لك واحد هذا بعرف هذا طاير رح تضبط معك. اول شيء بدنا نعمل خلطه الرز. تمام، حطيت هون عندي لحمه مفرومه، هاي الخطوه بتقدري تستغني عنها وبتقدري تخليها. حلو. تمام، بس انا الصراحه طعمها مع الفرن تطلع كثير زاكيه. اوكي، رح نعملها بالدجاج، بس قلنا اللحمه المفرومه كمان امورها تمام، بس اخذت عندي شوي لون اللحمه، حطيت البصله. رح احط الثوم المهروس، ما بدي اللحمه تستوي 100%، يعني طلعوا اذا انتم بتلاحظوا اللحمه لسه مش مستويه، بس صح؟ شوي تغير لونها، بس تغير لونها شوي. بدي احط، حطينا البصله، حطينا الثوم، ورح نحط، تقدروا تعملوها بنفس الصينيه رح تدخلوها على الفرن. اوكي، بنفسها يعني. تمام، بتعملوها كلياتها. وحطيت اللي هي البازيلا، البازيلا والجزر انا مستخدميتهم يا دانا مفرزين، باكيت من الفريزر حطيه. اليوم الانواع الموجوده بالسوق ما في داعي تسلقيها ولا تحطيها مي مغليه، خلص لحالها على امورها تمام. بس اهم شيء تكون عندنا اللحمه اخذت لها هيك بدايه لون وبلشت هيك تفرط عن بعض. اوكي، انت استخدمت لحمه عجل ولا لحمه خروف؟ لا خروف صراحه، الخروف مع الاوزي. هي اصلا شوفي الاوزي متعارف عليها اكثر باللحمه، باللحمه بشكل عام. بس احنا دائما كل شيء فيه دجاج ارخص واسهل واسرع، صح، وطعمه ميالين له اكثر. مزبوط. عرفتي كيف؟ طيب عبل بس ما انا هدول ياخذوا لهم، يعني انا ما بدي اياهم يتستووا 100%، انا بدي اياهم ياخذوا نكهه، لاني رح احط كل البهارات والرز هون، بدي اياهم ياخذوا نكهه، لانه لا تنسوا انه هذا الحكي رح يفوت على الفرن ساعه. اوكي تمام، بدنا ناخذ الدجاج، بدنا نعمل تتبيله سريعه وبسيطه وسهله هيك للدجاج يا دانا. يلا، طبعا اكيد احنا دجاجاتنا من العز، يعني تقدروا تروحوا على اقرب فرع لكم من دجاج العز، او تقدروا تطلبوا عن طريق الابلكيشن تبعهم اي شيء انتم بدكم اياه، سواء بدكم نص دجاجه، بدكم دجاجه كامله، بدكم قطع معينه من الدجاج، بدكم حتى لاولادكم، في عندهم الزنجر وفي عندهم البرجرز وفي عندهم الشاورما، عندهم كل شيء انتم بتحتاجوه. فبتقدر زي ما قلت لكم تروحوا عندهم او تطلبوا عن طريق الابلكيشن وبيجي معاكم. انت ايش اليوم مستخدم انو قطعه من الدجاج؟ انا مستخدم الدجاج الكامل مقطعتها نصين، انا بس الكنافه الرملاويه والله اذا انحرقت هذا بزعل. لا لا لا، رح اعمل على فكره، رح اعملها البارت الثاني لاني بدي اياها تجهز كامله قدامكم. بس هيك امورها تمام. طيب زي ما قلت لكم دانا، العز انتم بتعرفوا 145 فرع حول المملكه، في كل تفاصيل الدجاج اللي انتم بتحبوها، وكمان الابلكيشن بنزلكم دائما على الشاشه، بس نزليه على تليفونك بوصلك الدجاج خلال نص ساعه بالضبط. الحلو بالعز ما بزنخ، ضلكم احفظوا هاي القاعده. كثير ناس بعت لي والله بغسل الدجاج بطحين وبحط عليه ليمون وبحط عليه خل وبنقعه، لما نوعيه الدجاج تكون كويسه كل هذا الحكي على الفاضي. صح، فاهمه علي؟ ما في داعي تعملوه. لا طيب. بعدين لما بلشنا ببهار ونار امتياز كنا نحكي عندهم 99 فرع، اليوم 145. اليوم 145، فيعني انا متاكده انكم وين ما كنتوا ساكنين وين ما كان موقعكم رح تلاقوا فرع من العز حواليكم او قريب كثير منكم. صح. طيب أوكي. انا هنا بس التتبيله صارت جاهزه، بدنا نعمل تتبيله الدجاج. راح اخذ خل، وانا مستخدمه شوفوا الخل من امريكان جورميه، احدى منتجات مجموعه شعبان، وراح احط عليه عصير ليمون، هاي الوصفه ما راح نحط فيها لبن. راح ناخذ صلصه بندوره من زلوم، تعودتوا انه انا وزلوم شركاء، خلص شركاء بكل التفاصيل جوا البرنامج وبرا البرنامج، ويعني منتجاتهم اردنيه محليه لازم تدعموها. راح نحط معاها ملح من الكسيح، بدنا لكل دجاجه معلقه كبيره من الملح، هاي قاعده احفظوها. انا بياما بحط لكم يعني نكهه الملح المعتدله، ولكن انتم زيدوا قليلوا حسب ما انتم قد ايه بتحبوا. في ناس بحبوا الاكل مالح، في ناس بحبوا الاكل دلع. دلع صح، فكل واحد قد ايه بده الملح يحط. بعدين مرات حسب كمان ايش البهارات اللي بتضيفيها، يعني مثلا اذا كان في صويا صوص، اذا كان في شيء ممكن يملح زياده، صح، بدك تنتبهي على موضوع صح الملح عشان ما تطلع كثير مالحه. رح حطينا خل، ليمون، حطينا عليه معلقة واحدة من صلصة البندورة، أنا بدي إياها بس عشان اللون، وبدي معاها بابريكا برضو عشان لون الدجاج يكون مميز، وبدنا بهارات مشكلة، وهيك التتبيلة تبعتي بتكون منيحة. تمام، بقيت البهارات رح أضيفها أنا على اللحمة مرة تانية، ليمون، خل، صلصة بندورة، ملح، فلفل أسود، بهارات مشكلة، وعنا حكينا الثوم المهروس وحكينا بابريكا. في ناس بحبوا يحطوا كمون على تتبيله الدجاج، بس انا من الناس اللي ما بحب. اوكي، راح اخذها زي ما هي التتبيله احطها الجاج فوق الدجاجات. انت هنا مخليه الجلده كمان، انت بتحب تحمري مع الجلده؟ انا ضد انها تنقام الجلده، بعرف انه ناس ما بتحبها، ناس بتقول لك والله نظيف مش نظيف، كثير لها تفاصيل الجلد. بس بدي احكي لكم شغله،
الجلد لما تقيموه عن قيموه بعد ما تحمروه او بعد ما تطبخوه، لانه الجلد بيحافظ على الدجاج طري جوسي من جوا. هي فكره الجلد يا جماعه، ملهاش دخل بالنكهه وملهاش دخل بالفكره اللي احنا بنسمعها بنزل دهون ما بنزل، هذا كله حكي فاضي. لو زي ما حكيت اللي ما بحب ياكلها ممكن انه يقيمها بعد ما تنطبخ وقبل ما ياكلها، صح؟ فانه على اساس انه احنا نضل محافظين على كل النكهات اللي احنا حطيناها على الدجاج، وبنفس الوقت نضل محافظين على طراوه والهيك يعني الدجاج يكون معنا جوسي ونحس بنكهه الصوص اللي حطيناه مليون بالمية. بحس الوصفات هيك سريعة اليوم، مش عارفة ليه، لأنه الوصفة هي عن جد سهلة. قلت لكم لو إحنا بنستخدم مثلا هاي صينية بدي أدخلها على الفرن، تمام؟ إيه لو أنا بدي نفس الصينية بقدر أعمل فيها كل إشي هون، لأنه الرز رح ينحط هون، الدجاج هون، كل شيء هون رح ينحط. أوكي. هاي الصينية الحلوة شايفينها المرتبة المميزة، هاي صينية من الريال، صينية فيها موزع للحرارة جرانيت، بتفوت الفرن، بتقدروا تعمل فيها اي شيء بدكم اياه على الغاز. هاي الحلو فيها موجوده بدريم هوم وموجوده باكثر من حجم، واذكركم انه كل الطناجر كل التفاصيل كل شيء بستخدمه هون موجود من دريم هوم. هذا الصحن بدريم هوم، الصحن الخليلي اخذته من دريم هوم او التونسي بيقولوا له، صحن كله من دريم هوم، كل شيء تمام. طيب انا هون التتبيله الوصفه هون اللي هي الجزر والبازيلا واللحمه والبصل صار جاهز، تمام؟ امتو بنعمل له تتبيله، عندي هون الملح. هلا شوفي عندي 4 كاسات من الرز، اوكي، عندي شويه بازيلا، عندي شويه جزر. دائما ذوقوا، الناس تبعت لي ايام الرز بيطلع مالح، ايام بيطلع دلع، ذوقوا لازم تكون ميه الرز لما تذوقوها شوي مالحه سنه صغيره عن اللي احنا معتادين عليه، لانه لما يشربها الرز بتروح الملوحه. أوكي. عرفتي كيف؟ اوكي. راح نحط معاها مكعب مرق بنفس الخلطه، وراح اضيف عليها بهارات مشكله، وراح نضيف عليها كركم على نفس الخلطه. لانه هاي الخلطه شو راح اعمل؟ شو؟ قولي لي، احذري. راح يا دانا صار لك سنين يا دانا. لا لا، تحطي معاهم مي وتسكري؟ لا، راح اخذ الرز احطه معهم. اوكي. فبدي اخذ نفس البهارات اللي حطيتها. اها. وضيفيها معهم. وزيدهم معها. يا عيني. اوكي. في عنا بما انه احنا لهلا لكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا اليوم عاملين لكم الكنافه الرملويه، فسالنا سؤال مين جربها؟ مين ضيقها من قبل؟ مين بيعرفها؟ مين ما بيعرفها؟ مين بيسمع فيها اول مره؟ عم تبعث لنا امل سويس، صباحكم ورد، انا دقتها وزاكيه كثير، يسلم ايديكي يا شيف. جد؟ فهي انا متحيره اذا رح تحبوها. طبعا بندر حبيبه، الحمد لله اليوم هو في الطياره اعتقد مسافر. لا سافر الساعه 4 اعتقد وصل. بندر حبيبه اكيد ما بيحضر الحلقه. مرقت امبارح اخذت من عندهم عجينه الكنافه، فكان لسه مو مسافر، فلقيته فبقول لي انت كتران الكنافات عندك، قلت له بدي اضارب، انا مصممه اضارب على دار حبيبه مصممه. ما هو بحكي انا بهرب عشان دائما الناس بيطلبوا منه حلويات، وانا بهرب من المحل عشان ما اعمل حلويات، فما اطلب مني حلويات، فخلص انت خذي راحتك. عاد انا مصممه انه لازم ضله يعمل حلو، لانه هو كثير شاطر بالحلو صراحه. طيب فالمهم فاخذت من عنده عجينه الكنافه، بقول له بدي اعمل كنافه رملويه، بقول لي ولا يمكن تغطي على كنافتنا النابلسيه، ولا يمكن اللي هي كنافه بالجبنه. انا رايي انه ما بتعرفي النكهات، سبحان الله كل حدا بحبها بطريقه، له ذوق بالاكل، صح؟ طيب انا هيك تتبيلتي كلياتها صارت جاهزه، بدي احطها بالصينيه، وبدنا ناخذ رزاتنا، ورزاتنا دائما وابدا وعدنا حاضر، ودائما حكينا انه رزاتنا وتفاصيلنا اكيد من تايجر البسمتي. تايجر البسمتي متوفر بكل الاسواق الاردنيه. تايجر الحلو فيه انه الحبه بتتفلفل، بتاخذ نكهه بطريقه لذيذه، والحبه خميله. انا ما بحب الرز اللي بيكون رفيع وطويل، صح. بحب هيك الحبه تكون مليانه. انا ماخذه هون 4 كاسات كبار، تمام؟ وكل طبعا اكيد مغسول ومنقوع. اوكي، اكيد يعني هذا إشي تحطوه في بالكم. شايفين ليش حطيت كل التتبيله والبهارات على اللحمه والبازيلا؟ عشان كلها رح تروح مع الرز، ياخذ هيك نكهه لذيذه. اوكي، تمام. طب قد ايه بتتركي الرز منقوع؟ بتعرفي انه انا نسيت اترك شوي من البازيلا واللحم وكذا عشان زيني. عادي، الله، معلم نحط الدجاجات على هيك رأيك؟ وبيطلع مزين. لا. لا لا انا متأكدة رح يطلع هو مزين حاله لحاله هيك، رح يطلع شكله حلو. ما حبيتها من حالي، في هاي لوزات شوي يعني لوز انت بغطي بتمشي لي اياها، بحاول انسيك الموضوع. طيب انا الصراحه يعني بحب دائما اقيم من كل تتبيله بازيلا وجزر على اي نوع اوزي بحبها على جنب، عشان بتعطي هيك نكهه لذيذه وبتطلع منظر كمان حلو. شوفوا ما احلاها الخلطه، هاي هيك بتكون جاهزه. طبعا اسمعوا، هاي ان شاء الله بتستوي معي على الهواء، بس انا عامله غيرها. حلو، بدنا نفردها، ما بعرف احساسي بقولها بديها شويه ملح. طيب بدنا ناخذ المي، اي شيء بنعمله بالفرن
بدنا نعرف انه احنا دائما الرز البسمتي كل كوب رز بده كوب ونص مي، صح؟ الا بوصفات الفرن، لانه انت حاطه جواته خضره وحاطه الدجاج، الدجاج بنزل سوائل كميه منيحه. الدجاج هدول الدجاجه او الدجاج ونص خلينا نقول، بتعرفوا بنزلوا من كوب لكوبين من السوائل، تخيلي. فبدك تخففي، فبدك تخففي مش كالعاده. فاحنا بنحط كوب وربع لكل كوب رز تايجر البسمتي، كوب وربع. او بتغطي طرف وجه الرز، اتفقنا؟ يا بي الصينيه انا هاي معجبه فيها من يوم ما جبتها، معجبه فيها. فصار عندنا شغلتين ناخذهم بموضوع الرز، يا انه انا باخذ الرز لكل كاسه كاسه وربع فقط، يا انه بغطي بس الرز بضل مبين عندي، يعني طلعوا الرز هلا مبين. اوكي، نقول بسم الله، ناخذ ورق الفويل. طب والجاج امتى؟ هلا بدي احطه. يا بيا دندوني. بس تبع الاحداث دائما قبل ما علي يرجع. لا من امتى هذا في هذا تغير. يعني بقول لدانا اليوم عم تسالني بتقول لي طبعا شيء يسلم ايديكي دانا حبيبتي، يعني انا وياها قد صرنا على الهواء اكثر من 4 سنين ونص. اكثر تخيلي، انا اكتشفت انه انا بشهر 8 هاي السنه بصير لي 5 سنين بالضبط على الهواء، يعني باخر 7 اول 8 خلص 5 سنين. بس يا رب ما تكونوا زهقتوني بعد هالخمس لا سنين. لا طبعا اكيد، لا 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 بالعكس، يعني زادوا متابعينك وزادوا محبينك وزادوا. والله انا بحبهم عيلتي، يعني طبعا يعني عيلتي اللي انا بحبها كثير الحمد لله رب العالمين. عوض رب العالمين لإلي، دائما بضل اقولها عوض رب العالمين، لان دخلت التلفزيون كانت امي متوفي صار لها 4 أشهر أو 5 أشهر، فدائما بقول عوض رب العالمين لإلي. طيب اخذنا هلا السكينه، هلا بدي احكي لكم باقي يا جماعه، باقي تعودتوا علي انا ومنتجات باقي طبعا، اللي هي كل شيء ديسبوزبل بدكم اياه متوفر بكل الاسواق الاردنيه، بيصدروا لاكثر من 60 دوله، اكثر من 66 دوله حول العالم، في كل التفاصيل اللي ست البيت بدها ترتاح فيها. ورق فويل، نايلون، بدكم تكون طبرويرات، بدكم يكون عندكم اكياس النفايات اللي بربطه، انا بحبهم هذول، امبارح اشتريت زيهم. انا اكثر شيء بحبه تبعون الورق اللي بتحطيه بالاير فراير بالمقلايه الهوائيه. صح صراحه، يعني هدول عن جد يعني بتضلها ديسبوزبل، بتضلها نظيفه، لا شيء بلزق ولا شيء بنقط ولا اي شيء بتوسخ عندكم. فجربوا منتجات باقي، عن جد كل منتجاتهم اروع من الروعه. احنا هذا الورق اللي احنا مستخدمينه اليوم ورق القصدير برضه من عندهم 100%. انا هيك حطيت الدجاج، لاحظت انه انا اخذت ورق الفويل حطيت، انا كنت احكي بالزمانات قصدير بس من كتر ما خالد سواعي هلكني هو وعلي ومروه خلص صرتي فويل ورق فويل، يعني مش اني اتطورت وتمدنت، لا والله لا لا بس عشان يعني أخلص. تخلصي صح. حطيت المهم ورق الفويل، بعدين حطيت الدجاج بعد ما ثقبته شوي بي او عملت زي حزوز فيه بالسكينه عشان الصوص والمي راح ينزل من الدجاج، بدي اياه ينزل فوق الرز، على الرز فبياخذ النكهه اللذيذه اللي احنا بدنا اياها، زائد انه الصوص اللي تبلت فيه الدجاج لزياده حطيته كمان فوق الدجاج. تمام، ورقه الزبده كمان من باقي يا جماعه، بتساعد البخار يضل فوق الدجاج فالدجاج يستوي اسرع. أوكي. بتقدروا تستخدموا الدجاج المقطع صغير 4 مقطع 8 اللي بدكم اياه. علي طيب بدي اطلع فاصل، ايش مالك؟ هلا في مرات ناس بتفكر امتياز اذا حطوا ورق الزبده بيسحب كل السوائل وبينشف. بالعكس بالعكس، صحيح صحيح صحيح، بحافظ على البخار جوا الصينيه. طيب فرني شغال على حراره، انا هون الفرن بشغله كهرباء هو، بس بشعل من فوق ومن تحت، بدي اخليه بس من تحت وبدي احطه على حراره 180 ل 200. تمام. بس بالبدايه بفضل انكم تحموا الفرن 10 دقائق قبل ما تحطوه، والمي اللي بنحطها تكون مغليه. تمام، هيك عشان الوصفه تكون جاهزه. اسمعي، انا دائما الوصفه الاولى بتاخذ من وقتي وبحكي فيها كثير، بس ذكريني احكي لك عن فريق علي اللي خسر في المباراه. أيوة. لانه احنا كان عندنا مباريات وديه لمجموعه العربيه، كان ايش هيك كتكوت عاملينه الشركه بطريقه كثير حلوه. طيب ليش تسكر مايك علي؟ بدي احكي لك. لا بدي اعرف القصه، انا رحت انت فريق عمان تي في خسرتوا. طيب قولي والله انا ما بعرف القصه، هي سلافه مهمه نحكيها تعب بعد. طيب يلا بعد الفاصل رح نطلع الفاصل صغير وبنرجع. رجعنا لكم لنكمل معكم باقي وصفاتنا، بس قبل ما نكمل باقي الوصفات، قبل ما نطلع فاصل حكيت للشيف امتياز انه في خبريه انا ما بعرفها عن مباريات وما مباريات، انت بدك تردي عليه اقرقر ما اطبخ. انا بدي ارد على علي، بدي اشوف ليش علي طلع خسران، انا متعوده على دائما علي يكون فايز في القمه،
فبدي اعرف ليش علي خسر، شو قصة المباريات؟ هلا بدي احكي لك القصة، بس انا عملت وحدة كنافة رملوية وحدة اوكي، بس بدي اورجيكم اياها، بدي اغطسها شوي اسقيها قطر. يا عيني هاي اللي فرجيناكم اياها كانت الفرن قبل شوي وطلعناها. طلع ما احلاها. هاي كنافة رملوية تمام، هيها لسه ما حطيت عليها قطر، تختلف تماما عن مبدا الكنافه اللي احنا متعودين عليها، وعادي جدا يكون عندنا هيك شوي على الجوانب، عادي نحسها شوي مش زي الكنافه الناعمه، لا هي عباره عن عجينه كنافه بحت محطوط لها مكسرات. رح ناخذ المقادير قبل ما نطلع الفاصل لانه علي لسه هلا دخلني هلا بده يطلعني. شو سلف؟ شو يا اخوي سلفنا يا اختي؟ بقولي يا اختي سلف. يلا خلينا ناخذ المقادير. سلفنا. ناخذ المقادير قبل. للكنافة الرملوية رح نحتاج لثلاث أكواب عجينة كنافة ناعمة، نص كوب سمنة، رح نحتاج لنص كوب جوز مطحون، نص كوب لوز مطحون، فستق حلبي، معلقة صغيرة قرفة. أما للقطر رح نحتاج لاثنين كوب سكر شعبان وكوب مي وقشطة للتقديم. يلا قبل ما نطلع فاصل احكي لنا ايش جملتك اللي انا حكيت، انا ما حكيت المشهورة المعتادة، الجملة المشهورة انه قبل ما نطلع فاصل لازم انهي الشغلة اللي بعملها. بتكون طبعا بصير تكوني تقرأي وتوقفي قراءة مثلا؟ لا صراحة، وبعدين يعني احنا بنحس بكل المتابعين ركب. لا احنا بنحس بكل المتابعين عشان ضلهم معنا خطوة بخطوة وما يروح عليهم ولا اي شيء. يا علي كثير كثير زقيتها قطر، اعتقد زياده صار. معلش معلش انا بحب دائما ايدي فرطه بكل شيء حتى بالقطر. على كل حال الكنافه الرملويه راح تستغربوا طريقه تحضيرها، راح تستغربوا طعمها، بس بالنسبه لي شيء مختلف تماما وشيء طعمه كثير طيب تماما. فهلا انا بس هي قلت ازينها اورجيكم اياها كيف راح تكون. وبحب يا ربي بندر بس يرجع، طبعا هو رايح يعمل عمره ان شاء الله هيك عمرته مقبوله ان شاء الله. امبارح رحت شحدت من عنده شويه فستق حلبي، قولي العجينة اشتريتها كنت مغلوبة على أمري، بس شحدت من عنده شوي سمنة وشوي فستق حلبي، عشان فستقهم بجنن ما بعرف غير لونه مميز. والله عن جد تمام. فرح نعملها أنا وياكم بعد الفاصل، كون أخذنا المقادير طريقة تحضيرها كتير سهلة ولكن فيها تك صغيرة بسيطة بنحكيها أنا وياكم بعد الفاصل. رجعنا لكم لنكمل معكم باقي وصفاتنا ونرجع نعمل معكم خطوه بخطوه الكنافه الرملويه، بس بدي ارجع اذكركم انه احنا معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك، وبدي ارجع اسالكم مين جربها مين ما جربها، مين اول مره بسمع فيها. كنت عم بحكي للشيف امتياز انا حسيتها لانها بتقول هي عجينه الكنافه صح. فانا من الناس وبتوقع كثير ناس هيك زيي، بس بحب اكل الكنافه من فوق، يعني ما بحب اكل طبقه الجبنه، فحاسه اني راح احب هاي الكنافه لانها هي عباره عن بس الطبقه اللي فوق، يعني لا فيها لا قشطة ولا فيها جبنة ولا فيها أي شيء. فخلينا نشوف كيف طريقة تطبيقها وندوقها. أنا بدي أعملها الوصفة الثانية، لأن وصفتنا الثالثة رح تاخد معنا بس 10 دقايق، مش رح تاخد وقت نهائيا. بس هاي الوصفة هلأ شوفوا أنا عم بقرأ بالمسجات أو بالكومنتس اللي عم بيكتبوها، مستحيل تكون أزكى من الكنافة اللي إحنا متعودين، ولا إشي بغطي على الكنافة ولا إشي صح. يعني عشان نكون واقعين، كيف ولا إشي بغطي على المنسف ولا إشي حقيقي بغطي على الكنافة؟ إحنا بدنا نغطي بس برجع بعد لكم إياها. في ناس كتير ما بحبوا الجبنة صح، كتير عشان تكونوا أنتوا عارفين، في ناس كتير هلا الرملة وغزة على البحر فهن كتير قراب على بعض، ففي كتير تشابه بالأكلات بيناتهم. فالناس أكيد ما بعرف كيف طلعت الوصفة هلا، بلكي مروة يعني بعتت لنا كيف طلعت الكنافة الرملوية، بس الكنافة الرملوية لا قشطة لا جبنة ولا إشي، هي عجينة كنافة نفس نكهة عجينة الكنافة، بيدخل لها كتير مكسرات تمام وبيخبزوها بنفس الطريقة. حلو. بس زي ما حكينا اللي بيفرق انه ما فيها لا قشطه ولا جبنه ممتاز. تمام تمام. نروح ل اللي احنا اخذنا المقادير، بس هي مقاديرها كمان كثير سهله وكثير بسيطه، هاي اللي عملتها هلا على الهواء، بس قبل ما افوت على الهواء على السريع عملتها والله ازبط من اللي عملتها من البيت، هذيك عملتها من امبارح ففشفشت مع القطر، هاي عملتها هلا قلت خليني اعمل غيرها وحده هلا. طلعوا ما احلاها، شكلها بجنن، طلعوا يعني هاي مش مبينه انها كنافه، طلعوا هذا الفستق الكذاب مبين، هذا الفستق لونين من اللي شحته من بندر. طيب خلينا نروح نعمل طريقتها. اول شيء انا عندي هون عجينه الكنافه، بتجيبوا عجينه الكنافه من اي محل حلويات انتم متعودين عليه، اللي بتشتري اي محل ببيع كنافه بتلاقوا عنده عجينه كنافه. انا باخذ 3 اكواب تقريبا نص كيلو، هن 3 اكواب. راح تضيفوا عليهم
قرفة في ناس بيحطوا في ناس لا، بس صراحة أنا جربت على الجهتين، يعني هديك فيها قرفة فلونها أغمق شوي بس طعمها زاكي، هاي ما فيها قرفة. أوكي. تمام. عندي هون لوز، أنا يعني بدي أقول لكم كسرته ليصير أنعم شوي. عندي هون جوز، هي أساسها لوز جوز. احفظوا القاعدة، أساسها لوز جوز، فالعجينة بتكون مخلوطة مع لوز وجوز. أنا لأنه أوكي. عندي هاي أوف ما أحلاها ريحتهم، ريحتهم لازم أطلعها صراحة، بس قمت عنها بآخر بالضبط، أخذت معي ساعة وخمس دقائق بالفرن زي ما حكيت لكم، آخر بعد ما أخذت ساعة لساعة وربع لتأكدت تماماً، ما تفتحوا عليها خلاص، خلوها ساعة وعشر دقائق بتضمنوا 100% إنه الدجاج يكون مستوي وماخذ لونه وتفاصيله تمام والرز يكون مستوي. بس قمت عنه ورق الفويل رح يستوي على الحرارة، أو بتقدروا تحمروه على الشواية بتكون هيك جاهزة. خلاص رح نقيمها. يا عيني هاي وصفة الأوزي بس عملناها بالفرن مع الجاج زي ما انتم شايفين. اللهم أحلاها ما شاء الله. اسمعي، أنا بحب وصفات الفرن، بحسها خلص أريح. بتحطي كل شيء بهالفرن تتركيز الموضوع. بتنسي الموضوع ساعة لتقولي نشف الرز ما نشفش الرز وكل هاي التفاصيل. طلعوا ما أحلاها، وطلعوا لسه الجاج جوسي بنزل. تخيلوا قد ريحته بتجنن صراحة عن جد. طيب نروح على الكنافة، على الكنافة الرملوية عشان نعملها، عشان بديها تجهز كمان على الهواء. هاي أخذت أول إشي هون عجينة الكنافة، أخذت 3 أكواب، حطيت عليها نص كوب من اللوز نص كوب من الجوز، بتقدروا تحطوا عليها فستق حلبي هو اختياري، بس هو بالأساس الوصفة الحقيقية ما بنحط. وحطينا معلقة من القرفة، حطيت لكم نص كوب من السمنة، معناته شو؟ هي شاربة سمنة كتير منيح. رح أخذ 3-4 معالق أفرك فيها المكسرات مع العجينة تمام، عشان إحنا حكينا لا فيها جبنة يمسكها. على فكرة اللي بيمسك الكنافة بشكل عام الجبنة أو القشطة، بس ما تحطوها العجينة طلعوا مفرفدة شو بده يمسكها. صح. عرفتي كيف؟ بس لما تحطوا عليها السمنة تصير تقدري تمسكيها أكتر. أوكي. شايفة؟ احنا بدنا نعتمد على السمنه هون عشان تتماسك شويه. مليون بالمية. الناس اللي ما بحبوا جبنه ولا قشطه وبحبوا المكسرات رح تعجبهم جدا. اخذنا هون صينيه بتفوت الفرن، انا بحب كثير صواني الالمنيوم، موجودين كمان عند دريم هوم يا جماعه. بدي احط يعني تقريبا مش رح تاخذ معي، هي رح تعمل كميه اكبر. ساورجيكم. بدي احط الكنافه، انا مستخدمه سمنه بلديه تمام، وبعدين بسموها هاي نبصم الكنافه يعني نفردها تمام، نفردها كتير منيح. الفرن عندي شاعل على حرارة 200 وبقدر أعملها على الصاج تمام؟ برضو بزبط. برضو بزبط. يا بالفرن على حرارة 200 والفرن الحرارة بدها تكون واصلة حد الشبك. أوكي. عرفتي كيف؟ تمام. يعني بقدر أخذ كل إشي أنا الصراحة عشان يكون فيها البركة. بس رح أكبسها بإيدي، ما لازم نكبسها زي ما بنكبس الكنافة العادية. ليه يا دانا؟ عشان ضلها مفرفدة شوي، هي مش مفروض تاكليها زي الجبلة. أوكي. هي مفروض تكون مفرفدة هيك فيها نكهة لذيذة. أوكي. في عنا إنعام الجعبري عم بتقول أنا بعمل كنافة رملوية كتير زاكية، بدنا إياك يا إنعام تحكي لنا إذا بتعمليها بنفس الطريقة اللي عملتها الشيف ولا في عندك شوية إضافات، في عندك شوية تغييرات، فابعتي لنا، رح أضل متابعة على التعليقات عشان أقرأ تعليقك. وفي عنا كمان أبو أسامة عم بيقول يسعد صباحكم جميعا يعطيكم العافية، بدنا تحكي لنا يا أبو أسامة إذا جربت هاي الكنافة من قبل ولا ما جربتها. تمام، انا هيك امورها تمام، بس بدي اضغط عليها منيح هيك بايدي، ما في داعي بصينيه ثانيه. وبدنا زي ما حكينا يا بنعملها على الغاز ونضل نحرك فيها زي ما بنحرك الكنافه على صاجه، او بتقدروا تعملوها على الفحم، او بتقدروا تعملوها بالفرن. انا الصراحه دائما دائما بستسهل الفرن. صح. ودائما هلا شوفوا انا وبندر شو الخلاف بيناتنا، بقولي طول ما انت بتعمل الكنافه بالفرن فهي مش كنافه. مش كنافه. انا رايي دائما اي شيء بسهل على ست البيت وبيعطيني نفس النتيجه ليش لا؟ صح. عرفتي كيف؟ صح صح. يعني الواحد بيكون عنده مليون شغله، فانه خلص بتحطيها بهالفرن وبتنسي الموضوع، بتروحي بتكملي امورك وبترجعي لها. مليون بالمية صح. فالمهم هلا بدنا نكون محضرين القطر، القطر بده يكون بارد مش ساخن، مش زي كمان الكنافه العاديه، الكنافه العاديه بده يكون القطر ساخن، سخن على سخن. الكنافه الرملويه بحب القطر يكون يا دافي يا بارد. أوكي. عشان نرجع نحكي هي ما فيها جبنه، هي ما فيها قشطه، فبدنا اياها تكون هيك ضلها ماسكه حالها. طلعوا باحلاها. هي هلا عملتها. هلا اللي بالفرن بدها تقريبا معنا ربع ساعه ل 20 دقيقه بتكون امورها تمام، بس تطلع من الفرن بتركها كمان 5 دقائق. ليه؟ بدي لما السمنه تبرد بتمسكها اكثر. اوكي. ما تقلبوها دغري، بتقلبوها دغري رح تصير انا هذيك فرطت معي بس قلبتها لاني قلبتها دغري. اوكي. فهي عشان ما تفرط معكم خلوها 5 دقائق بعدين اقلبوها. وهي كانك حاطه فيها سنوبر؟ هاي حاطه فيها سنوبر بالقاع. بعدين قلت لا احنا السنوبر غالي شوي يعني فبلا منه، خلينا على باقي المكسرات.
اوكي ليش المفروطة على لا بس هي ماشي حالها ماشي. لا صراحة التنتين يعني شكلهم كثير حلو ويعني كمية منيحة اللي عملتهم صراحة كمية منيحة الكيلو بعملهم صدر الكيلو بعملهم صدر كيلو العجينة هلا العجينة عشان أكون صريحة معاكم عشان تعرفوا هي ما بتكلفكم كتير نص كيلو حق العجينة للدرنير الكيلو يعني نص كيلو دينار ونص وبدكم نص كوب جوز نص كوب لوز بجوز حقهم نص دينار نص دينار يعني بتكلفكم مش إشي حقيقي بتكلفكم مش إشي وطعمها كتير زاكي هلا جماعة اللي ما بحبوا إنه كنافة رملوية وما فيها قشطة ما فيها جبنة أنا ولا يمكن أخلي إشي على طبيعته يعني دائما هاي الحرب بتغيري هلا رح تطلع من الفرن رح نسقيها قشطة حلو عشان تشوفوها بطريقه تقديم تنتين وكتير طبعا هاي مش موجوده الوصفه مش موجوده بولا مكان انا حطيت لكم قشطه اختياري بتحطوا قشطه على الوجه وبتحطي القطر طبعا بعدين القشطه بعدين مكسرات برضه حلو بتصدقوا قد ايه زاكيه بدي اورجيكم بس انا هذا شو اخباره يا عيني يا عيني نجيب صينيه عشان يا ريت انه انتم بتقدروا تشموا الريحه مش بس تشوفوا المنظر قد ايه مشهي بتشهي الريحه ريحه الدجاج بتجنن تكنوا عليهم على هاي بدي لا بدي اقلهم على الصحن الابيض الكبير بس الدجاجات بدي احطهم هون قبل ما نحط الرز هاي بدنا نرجع نذكركم انه هاي وصفه الاوزي مع الدجاج بس بالفرن طلعوا يعني كيف الرز يعني انا بس دائما الرزات اكيد تايجر حبايب قلبي هدول شركائي اهلي عيلتي انا دائما بضل اقول بس لما الناس تبعت لي امتياز عن جد عن جد شنوع الرز بستغرب بقول يا ربي من 5 سنين بقول لكم بس لانه رز تايجر البسمتي رز يعني بال 2023 صار بكل الأسواق الأردنية طلعوا الوصفة أخذت معي بالضبط طلعوا ما أحلى الرز بالله تشوفوا عن جد يعني كل حبة بحبتها بصراحة شوفوا ما أحلى الرزات هذا رز تايجر البسمتي خليني أورجيكم الكيس أنا رح أسكبه على إشي تاني بس بحب كتير أورجيكم الكيس اسمعوا هذا هو احفظوا شكل الكيس بأي مكان بتروحوا عليه دكان سوبر ماركت هايبر ماركت بتلاقوا أرز تايجر البسمتي هاي النتيجة قدام عيونكم يعني مش إشي هاي شايفين طلعوا هلأ طلعتها من الفرن وهي الرز بجنن صراحة طلعوا ما أحلاه أنا أنا بدلل حالي قاعدة بدلع أكلاتي قاعدة عن جد والله يا علي طب شو رأيك إحنا نسكبهم ونعملهم هيك بطريقة حلوة بس بالفاصل يلا أوكي يلا رح نطلع لفاصل بس لسه بعد الفاصل في عنا كمان وصف خليكم معنا رجعنا لكم لنكمل معاكم باقي وصفاتنا وهلا وصلنا لاخر وصفه بس قبل ما نروح لاخر وصفه بدي اذكركم شو عملنا خلال الحلقه اول وصفه عملناها الاوزي مع الدجاج بس بالفرن كان بطريقه مختلفه وصار جاهز معنا وحطيناه على سفرتنا ومن بعدها انتقلنا للكنافه الرملويه ولسه عم نقرا من التعليقات اللي عم توصلنا اذا سامعين فيها من قبل ولا مش سامعين ضايقينها ولا مش ضايقينها من قبل ارجعوا ابعثوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن او على عمان تي في اوفيشال لحتى نعرف اكثر اذا بتعرفوا هالك كنافة رملوية ولا لا هلا بدنا نروح لاخر وصفه قدي طالعه الاوزي مرتبه كثير بتجنن قدي طالعه بتجنن ريحتها بتشهي كثير مرتبه وكثير بتجنن ويعني انا بحس انه الوصفات دائما سبحان الله اللي بتشبهنا طلعوا مرتبها يعني الرز مطبوخ بالفرن الدجاج مطبوخ بالفرن كله معمول بنفس الصينيه ما بياخذ منك وقت وبتطلع هيك ببياض الوجه الرز بالفرن مستحيل يخبص صح مستحيل يطلع مستوي شوي مش مستوي شوي وشافت دانا وانا عم بسكب فيه لساته جوسي صح لانه الدجاج كان بينزل صوص وتفاصيل الصوص فتفصيلته حلوه بس تعرفي انا من الناس اللي بحب هيك يكون الرز شوي صوصي او على شوي هو مش مخبص بسموه بس هيك بيكون من صوص الدجاج ومن النكهه يعني هيك كلياتهم مع بعض فانا من الناس اللي بحبه فهذا الرز عن جد طالع هيك بهاي الطريقه بس هلا بدنا نروح لاخر وصفه اللي انت متحمسه عليها هاي وصفتي ما راح تاخذ وقت بدها 10 دقائق بالفرن فلازم هيك بنعملها بخمس دقائق وبتكون وصفتي صارت جاهزه اللي بالفرن كمان اللي هي برضه الكنافه الرملويه اللي عملتها قدامكم راح نسكبها ونشوف كيف راح تكون ناخذ مقادير نرجع نحكي بعديها على الكنافة الرملوية لصينية الزهرة بصوص الطحينية رح نحتاج لزهرة مقلية بصلتين مقطعين جوانح ومقليين واثنين حبة ثوم مقطع كوب لبن مع مي ونص كوب طحينية رمان ربع كوب عصير ليمون معلقة كبيرة ملح من الكسيح ومعلقة صغيرة كمون وبقدونس
بس والله يا علي لازم احطها بالفرن. المكونات اه خلص بنحطهم بالفرن بعدين بنطلع فاصل يعني خلص تحملنا شوي. يلا الزهرة وصفة راح تاخذ معنا غير خمس دقائق اكيد. اول اشي هون عندي عشان الزهرة احنا متعودين الزهرة انا عملتها بالاير فراير اليوم ممتاز. يعني صاير الفترة الاخيرة كتير اشياء بالاير فراير. عندي هون بصلتين برضو مقطعتهم شرايح مقليتهم بالاير فراير مع نتفة زيت وانا برش عليهم زيت الرش من اللي هو الكسيح. وعندي توم انا بحب التوم سنون بس يعني هرسناهم مش مشكله وقلبناهم منيح كثير مع بعض تمام اوكي تمام آه براحتي خلاص قال لي علي براحتي هيك ايوه خذي راحتك مش كثير يعني لانه هلا رجعنا ما لحقنا يلا يلا ما لعبه ما ندخلها على الفرن طيب. بنطلع فاصل طيب خلينا نحكي بس عن الوصفه مره ثانيه. اول شيء للصينيه اللي كيف احنا متعودين على زهره بالطحينيه المعتاده نفس الشيء. هون حطيت زهره حطيت معها بصل وحطيت معها ثوم. في ناس هلا بيحطوا لها كاسه مي وبحطوها تتستوي شوي بعدين بيعملوا لها صوص طحينيه وهو هذا الافضل لانه الطحينيه بتنشف وما بتستوي صح. تمام اليوم احنا مش رح نعمل هذا الحكي رح ناخذ كوب من اللبن لانه رح نعمل صوص شوي خفيف والصوص رح يخليها تستوي فيه تمام. يعني ما في داعي تحطي عليها مي تستويها وبعدين ترجعيها رح اخذ هون لبن ورح ناخذ اكيد من الكسيح. الكسيح برضو منتجاتهم محليه منتج اردني وجميع العاملين اردنيين ومنتجاتهم صارت واصله لكل العالم مش بس عندنا امريكا كندا اوروبا لكل مكان. رح اخذ تقريبا ربع كوب اوكي ورح ناخذ عصير ليمون. اول شيء بدي اخفقهم هدول مع بعض تمام. دائما قبل ما اضيف المي الطحينيه اعملوها مع الليمون ما بتفرفد معانا ابدا بضلها صوص سميك لطيف. يعني شوفي كيف لما انت تحطي المي وتخلطيهم مع بعض بتحسيها زي حبيبات صارت صح بتكبتل هيك. طب هلا ليش لما بحطوها مع مثلا مع الكفته او بهاي الصينيه ممكن تنشف ايش بيكون الصوص نفسه سميك انت أوكي. لازم ما تكوني سميكه خفيفة تكون. تمام حطينا لبن حطينا طحينيه حطينا عصير ليمون وبدي اخذ كوب من المي. وين المي خلينا ناخذ كوب المي. شفتوا ليه احنا ما حطينا مي ستويناها لانه اللي بيعمل دائما الطحينيه بيستويها مع شويه مي او بسلق الزهره بعدين بقليها عشان تكون مستويه. احنا صوصنا اللي رح نعمله هاي المره لا احنا خففنا الصوص بالمي فحطينا تمام. لبن عشان برضو نخفف من الطحينيه لبن طحينيه عصير ليمون وحطينا هون المي لخففناه كثير منيح بهاي الطريقه. هلا بدنا نحط له نكهاتنا اللي هي ملح رشه فلفل اسود وعندنا كمون بس أوكي. تمام بتحبوا تضيفوا عليه مكعب مرق انا الصراحه ايام بضيف صراحه ايام بضيف وايام بحب راح احطهم كلهم فوق الطحينيه على الفرن راح تاخذ معي تقريبا 15 دقيقه. احنا فرننا بيشعل من فوق من تحت فمش راح تاخذ وقت كثير طويل بس بدنا نحطها. في ناس كمان كثير بيحبوا الزهرة مع الجميد هي كثير زاكي اللبن هاي اللبن لبنية زهرة ايوه فممكن انهم يفلفلوا جنبها رز. فطبعا اكيد نرجع نذكركم بالجميد السائل من زلوم يعني بتقدروا تعملوه مع الزهرة بتقدروا تعملوه مع الفول في كثير وصفات هيك بتحبوا لبن الجميد يكون داخل فيها طبعا غير عن المنسف فبزبط انهم يعملوها مع الزهرة صح؟ صح مليون بالمية بس انا هيك قلت اخففها كمان شوي حسيت كمية الزهرة اكثر. هلا بدنا ندخلها على الفرن حكينا انا فرني بيشعل من فوق ومن تحت فاموره 100%. اوف انا كمان لاني حاطه الكنافه بدي اياها تستوي هي بتاخذ والله وقت بتاخذ من 15 20 دقيقه مش زي الكنافه العاديه. طب وبيعرفوا انه خلص جهزت من الاطراف لما ببلشوا يتحمروا صح؟ هلا شوفي الاطراف هي طلعوا كيف هي مثلا تقريبا شبه جهزت بس رح يكون لونها خفيف شوي طلعوا بس احركها بالصينيه شايفين هي صارت صينيه من هون هيها تتحرك معي بعدين طرف الصينيه هي مبين أوكي. اوكي بس انا لسه بدي اخليها شويه وقت يعني بدها بس بدي اغير بدي احطها بالفرن اللي تحت هون وطبعا انا حطيتها مباشره على النار أوكي. مش على الشبكه اللي بالنص وما بتتحمر ايه ما بتتحمر ما تقلبيها على الجهه الثانيه اوكي ما في خلص تمام التمام بدي احط هاي يعني وهي بتكون جاهزه بعد الفاصل رح نقلبها. نحكي عن القطر اللي بدنا نعمله. انا هون حطيت لكم مقادير القطر كل كوبايتين من السكر بدهم كوب من المي بدون عصره الليمون دائما اي شيء بنحط بالكنافه ما لازم يكون معقود يكون القطر عندي خفيف وبجنن زي هيك هذا أوكي. 3 اكواب من عفوا 3 اكواب من السكر كوب ونص من المي او كوبين من السكر كوب من المي
ممتاز. بدون عصرة الليمون. تمام تمام التمام. هلا بعد الفاصل بتكون جهزت، بنقلبها بنسقيها بالقطر، وبكون كمان جهز عندي اللي هو الزهرة. وحكينا كمان هالكنافة اللي بنطلعها بنحط معاها قشطة. صح على السريع. قبولي قشطة على السريع. الله يخليكم، خلي يجيبوا لنا عنا بجوز. يلا بنطلع فاصل، بنرجع باخر جزء لحتى نستعرض لكم سفرتنا، لحتى نطبق معكم اخر وصفة. رجعنا لكم باخر جزء من حلقتنا لحتى نستعرض لكم سفرتنا الحلوه بالنتيجه النهائيه، ولحتى نشوف كيف الكنافه الرملويه بدنا نضيف عليها القشطه، وكيف تطلع معنا صينيه الزهره بالطحينيه. شو يا شيف، شو الوضع؟ الزهره بالطحينيه صارت بالفرن. الجاجات معنا عاد اللي بالفرن بجوز صار جاهز، صار له ساعه. وما ام ذاكر قد ايه، امتى حطيته بالفرن بتتذكروا؟ حطيناه باول فاصل، يعني تقريبا على الا ربع يعني. ممكن اورجيكم هلا بالاخر. له ساعه، له ساعه. متاكدين؟ إذا له ساعة بتكون أموره تمام، يعني بورجيكم إياه آخر خمس دقائق. أوكي. أنا لسه على الساعة، اليوم التاريخ 19. لسه هي على مبارح. قاعدين عم نحكي كيف يعني طار الشهر، حسيتي بالشهر بالمية. هذا؟ اسمعي راحت السنة. والله العظيم بتحسوا يا أبي مبارح بلشنا، مبارح عملنا كل شيء، اليوم راحت السنة. صح. هي الدنيا كلها رايحة، الدنيا كلها ثانية. الله وكيلك. والله. بس ما بعرف، إن شاء الله بنتي بضلها تقولي ماما بلشنا 2023 مبسوطين خلصناها حزينين، بس إن شاء الله بلشنا 2024 حزينين خلصها مبسوطين. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب هيك الأحداث على أهلنا بقطاع غزة أكيد إنها تنتهي، يعني طالت المحنة عليهم. إن شاء الله إن شاء الله. وطال الوجع عليهم، طال كتير. هلا هاي طلعتها أنا من الفرن، مفروض إنها جهزت. يعني عندنا هون الحرارة كتير باردة، عندي هون القشطة رح نقدمها بطريقة كتير يعني طريقة مختلفة مش مقدمة فيها قبل. بس شايفين كيف الجوانب كلها، شايفين فيها الكنافة هيها بتتحرك حمرة. إذا قلبتها هلأ المفروض إنها تفرط معي شوي، بس لأني بدي أحط فيها قشطة يعني إذا فرطت عادي بتتجاوز. هاي اللي عملت لكم واحدة بتجنن، قلبتها هيها. لا هيها هاي متماسكة وأمورها تمام وعليها الفستق يعني. هلأ بدنا نشوف. بقول بسم الله. لا أنا مش حسيتها رح تفرط. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. طلعي. تغش قبل ما. يا عيني يا عيني يا عيني. ممتاز. طيب تمام. هاي هيك هي الاصل، حتى بتتقدم هيك يعني. والله انا ظابطه معي بالمحلات والله بتفرط معهم. انا بحبها شوي تكون اغمق يعني سني صغيره، يعني هيك اخذت معي تخيلوا بالفرن، وانا فرني بالعاده حرارته ممتازه. هذا الفرن حرارته ممتازه، بس اخذت معي 20 دقيقه. ما تقيموها بغض النظر، ممكن تاخذ 15 ممكن 10 حسب فرنك. اذا عندك فرن عربي مش رح تاخذ اكثر من 10 دقائق. بس اهم شيء جوانبها تبعد عن الصينيه، ولاقيهم صاروا حمر. كل ما صاروا حمر كل ما اعطتك شكل اللون اللي تحت. تمام الزهرة امورها تمام 100%. هلا القطر حكينا كل كوبايتين سكر كوب من المي بدون عصرة الليمون، فبيطلع معنا القطر هيك بجنن بياخذ العين. هاي رح نقدمها بطريقه شوي مختلفه، بس بدي اسقيها بشويه قطر. شوفوا متكتكه عن جد، والله العظيم اضبط من اللي انا عملتهم بالبيت. هي لو يرجع في الوقت ما بعمل بالبيت، ما بتعمل بالبيت كان خلص. عملتي هدول التنتين ايهم جهزوا معنا على الهواء، وكل واحده احلى من الثانيه. شايفه؟ اوكي. وهون بنرجع بنحكي للناس اللي يعني بتخيل ما بحبوا ياكلوا طبقه الجبنه او طبقه القشطه اللي بتكون بالكنافه، فبتخيل رح نحب هاي. بدي اخرب منها شوي. هاي بتاكلوها بتكون مفرفده بطريقه كثير مختلفه. على كل حال سقيتها بالقطر، وحلو تتاكل سخنه. بعدين بدي اخذ قشطه، لازم تكون ابرد شوي بس لانه انا ما ضل معي كثير وقت. ونفرد عليها القشطه. يا عيني تخيلوا، يعني هيك رضينا كل الناس اللي بحب القشطه واللي بحب ياكلها ساده واللي بحب بس الفستق، يعني هينا. لا اسمع، كثير متكتك، كثير زاكيه، كثير زاكيه. وانا عملت لكم اسمع في لها اكثر من طريقه صراحه. تغلبت لازم احكي شغله لمين، ولا صويتي ولا صويتي حبيبتي. لقيت فيديو لحدا بالبلد قديم كثير 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 بيعملها، بتقول لي امتياز هل يعقل كل هذا الحكي على الهواء؟ ما عملتي ولا مره كنافه رملويه؟ فذكرتك فيها. فبقول لها والله ما لقيت. لا شوفي انا من زمان نفسي اعملها، بس ولا كنت عارفه الاقي طريقه صح. أوكي. انه اعملها فيها، وانا ما بحب اطلع للناس بوصفات مش صح او مش مزبوط او ما تزبط معهم. فضليت ادور 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 لقيت حدا بعرفه عاملها حلو، فحكيت معه اعطاني الطريقه. يعني بتجنن هاي الوصفه، طريقتها سهله كثير للناس اللي ما بتحب قشطه ولا جبنه. بس اقول لكم شغله، هيك رح تعشقوها بعد ما حطيت عليها زي ما انتم شايفين القشطه بتشهي بتشهي بتشهي. وبدي اخذ، لا صبايا ماخذين لي الفستق، الا الفستقات كله ولا الفستق، يعني شحديهم شحدي والله، يعني شو ضل احكي اكثر من هيك.
لو بعدين مبينين يعني اللي شحدينهم شحده واللي فستق الكذاب الصراحه يعني كثير مبين. لا 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 بنحط كله فستق حقيقي. رجعوا لي على السريع صبايا الله يخليكم. انا بس بدي احط لها شويه فستق حلبي حتى كله كثير مكسرات. ما هو كله اخذوه يا علي، لا كذابي ولا حقيقي ولا شيء ولا شيء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الاشي اللي بدي اياه باخذوه. المهم الزهره كيف امورها؟ الزهره ممتازه. على اليوم بقول لي عندك مشكله امتياز انك بتحكي كل شيء على الهواء. انا هلا يعني شو أجاوبه؟ مش عارفه اذا شيء منيح ولا شيء مش منيح، اني انا بطلت سامعه علي. اه جد هو بحكي هو يعني بحكيش. مش عارفه اذا شيء منيح. بقول لك امتياز فضيحه كل شيء بتحكي على الهواء. اوكي اسمعوا، انا كيف بتشوفوني على الشاشه بالحقيقه والله العظيم انا ما بعرف اخبي، بس يضايق شيء بضايق شيء بس دغري ببين عليها. وانا بتعامل دائما مع فريقي ومع كل حدا على انه احنا عيله، فاهمه علي؟ صح. فخلص كيف انتم بتشوفوني هيك على الهواء انا تحت الهواء. فلما يضيع شيء بقول لهم نولوني هلا ناسي كذا، خلص نولوني بدي اقعد استنى اطلع فاصل عشان نولوني الشغله. لا عادي هلا ممكن يعني كمان شوي لا اذا لا. طولوا ممكن تطلع هي تروح تجيب وترجع، فعادي هذا شيء شيء كثير طبيعي يعني عن جد امتياز. طيب هي الزهره بالطحنيه واللبن، وزي ما حكيتي انه ممكن انه احنا نضيف لها الخبز من ليدز اذا حبينا انه نعملها فته. انا الصراحه مش فته، انا كثير حتى معاها خليني اجيب الخبز بحب كثير مبدا انه اقرمش الخبز اوكي واحطه على الوجه برضه بيطلع زاكي كثير بيطلع زاكي. خلينا بديك تجيبي لنا الفستقات يا دانا هيها يلا. واحكي لهم عن ليدز. انتم بتعرفوا انه ليدز اسمعوا اذكى شيء بالعالم هلا، انكم تاكلوها تغميس جنبها زيتون. وامبارح زوجي شو بقول لي انت هاي السنه مبدعه بالزيتون، عن جد ما بعرف غير كل سنه كثير زاكي. جنبها زيتون اسود زيتون اخضر، بتكون هيك فلفل حار بتشهي. ليدز يا جماعه تعودتوا علينا، ليدز خبز صحي لنظام حياه صحيه. عندنا خبز ليدز هي مثلا هذا الاسمر بن خالد، عندنا هذا الاسمر الصحي العادي، عندنا خبز بالشيا، عندنا خبز بالكتان، عندنا بالشوفان، عندنا بالطحين الاسمر. الحلو بليدز انه خميرته طبيعيه ما فيه سكر وما فيه اي اضافات، فانتوا بتاكلوه معدتكم بتضلها مرتاحه دائما. دانا انت كاخصائيه تغذيه بتعرفي اكيد اكثر مني، الخبز نوعا ما بنفخ في المعده بدايه، الناس ما بتكون مدركه، هو بفكروا بس عشان وزن صح. لما تاخذوا اشياء من مكونات صحيه زي ليدز بيكون اخف على المعده، اهدى اخف على المعده، بيعطيك شعور بالشبع لفتره اطول، لان الخبز العادي اجمالا بيرفع عندنا مستويات السكر وبرجع بهبطها فجاه، فانت بتشبعي بالضبط تشبعي لفتره مؤقته، بعدها بشوي بتحسي حالك انك رجعتي جوعتي. فلما بتاكلي خبز ليدز او خبز اسمر او خبز فيه الياف اكثر بيعطيكم شعور بالشبع لفتره اطول وما بيرفع عندكم مستويات السكر. هو اكيد خالي من السكر وفي منه اكثر من نكهه، فانتوا بتقدروا انكم تجيبوا النكهه اللي انتوا بدكم اياها زي ما حكيت لكم النكهات الشيف امتياز. طيب احنا رح نقطع كمان وحده نحطها، رح نخليكي تختاري انت ونزين هاي على السريع. انا بحب احط لها فلفل حار، بتقدروا تحطوه قبل ما تحطوها بالفرن بتقرمش شوي بس هيك احسن، يعني انا بشوف منظره بيطلع حلو. بدي احط معاها رمان، بدك نقسمهم صغير عشان تحطيهم على الوجه يعني. لا انا بدي نحطهم مثلثات، بنحطها جنبها اللي بده بياكل فيه. وبدي احط معاها شوي بقدونس هيك بتكون معي. شكلها صار يا بي انا بحبها كمان مع دبس رمان، ممكن شوي غريب بس زاكي مع الطحينيه والزهره. عاد انا كثير بحب دبس الرمان مع كل شيء، بس مع هاي مش عارفه لانها فيها كثير صوص، فمش عارفه اذا يعني هيك هيك رشه خفيفه سريعه. حلو برضه كله بزبط. انا اعطيتك الفستقات؟ لا ما اعطيتك فستق، هاي الفستق هلا بدي اخذه ونحط الاكله. شوفوا وصفاتنا كلها جهزت على الهواء، تخيلوا هذا الحلو فيها. هاي انا بالنسبه لي امورها تمام، رح اخذ شوي هذا فستق الكذابي. بتعرفوا كيف بعمل الفستق الكذابي؟ بصبغ الفستق بصبغ الفستق السوداني بلون اخضر، بعدين بنشفه، بعدين بطحنه، بصير عندنا الفستق الكذابي. بيفرق شوي بالطعم بس بعطيكم نفس النتيجه ونفس الجمال، لانه انا بستخدمه اكثر للتزيين ما بستخدمه اكثر للوصفات. ممتاز تمام خلص احنا خلصنا يا علي، بس اخر شيء اليوم علي عامل كل شيء والله. يطلعوا هيها صراحه بتجنن، تخيلوا هاي كنافه رملويه بالقشطه، مش راح تلاقوها باي مكان. فكره القشطه مني لاني حبيت اغير هيك بالوصفه تطلع كثير بتشبهنا. وهي الكنافه الرملويه المعتدله العاديه اللي من دون قشطه. هيها يا بتقدروا تاخذوا هاي بقشطه يا بتقدروا تاخذوا هاي بدون قشطه، يا عيني صح حلوه بتجنن صراحه. التنتين احلى من بعض، وانا متاكده انه نكهتهم كمان كثير زاكيه. هلا بدنا ندوق، بس بدنا اياك تذكرينا شو عملتي لنا بالحلقه اليوم. اليوم عملنا الاوزي بالفرن بطريقه بتشهي، بتحداكم رح
اقول لكم لما احكي لكم كلمه بتحداكم معناته الوصفه واصله لليفل كثير زاكي. فراح تعتمدوها بهي الطريقه. الرز زي ما انتم شايفين مفلفل بجنن واستخدمته من تايجر البسمتي، وكمان عملنا صينيه الزهره بصوص اللبن، وعملنا الكنافه الرملويه لاول مره اعملها بحياتي، حتى الاوزي بالفرن اول مره بحياتي اعملها. فجربوهم الوصفات راح يعجبوكم كثير. سلم ايديك على هالوصفات. اكيد لكل الاشخاص اللي ما لحقوا يتابعونا من بدايه الحلقه بتقدروا ترجعوا تعيدوا الحلقه من بدايتها على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن او على عمان تي في اوفيشال. واكيد كل الوصفات سواء كانت بحلقه اليوم او بالحلقات السابقه بتلاقوها موجوده كمان على قناتنا على اليوتيوب. بنتمنى لكم بقيه نهار حلوه، تضلوا بالف خير، الى اللقاء.